السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير ومسرات، رحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خير الزاد. بالأمس تحدثنا عن غزوة بدر بصحبة المؤرخ الأستاذ سامي المغلوث، وتحدث بشكل تاريخي عن غزوة بدر الكبرى، وأيضا تحدث عن بعض الغزوات وبعض السرايا التي كانت قبل هذه الغزوة المباركة. في هذا اليوم نتحدث عن غزوة بدر، ولكن من ناحية أخرى نريد أن نستلهم الدروس التربوية، المواقف الإيمانية التي كانت من خلال هذه الغزوة، وذلك بصحبة ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور خالد ابن يحيى العسيري. حياكم الله دكتور خالد، وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله أخي عبد الله، وحيا الله إخوة الإخوات المشاهدين. دكتور خالد، يعني لما يتأمل الإنسان ويتأمل في هذا الشهر الكريم يظن بأن شهر رمضان هو شهر العبادة فقط، ولكنه لما يتعمق ويتأمل في الأحداث التي مر بها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجد بأنه ميدان الجهاد، ومن ذلك غزوة بدر الكبرى. فهل رمضان أيضا يعتبر مدرسة للجهاد؟ بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل وسلم. ثم ما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم. رمضان لا شك أنه مدرسة، ومدرسة للحياة بشتى ميادينها. فرمضان شرع حينما شرع من أجل أن يغرس التقوى في النفوس، وقد نص الله جل وعلا في ذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورمضان قد يخطئ كثير من الناس في فهمه وفي ظنهم أن رمضان فترة للاسترخاء والنوم وضياع الأوقات وقطع الأوقات حتى يأتي وقت الإفطار ثم يقلب الليل إلى لهو وما أشكل ذلك. ولكن حين نستعرض سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفيما يخص موضوعنا في هذه الحلقة وهي غزوة بدر الكبرى، الغزوة التي رفع الله بها شأن الإسلام وسارت تهابه قريش، ومن ثم ارتفع صيته ودخل الناس بعد ذلك في دين الله في فتح مكة، أيضا في موقعة كانت في رمضان. فرمضان يدعو إلى الجهاد، وجهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان. والمتأمل في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وفي كثير من المعارك التي تمت بعد ذلك يجد أن رمضان لم يكن عائقا فيها، بالعكس، بل أسس في النفوس القوة والشجاعة والصبر والتقوى والعبادة والحلم والأناه والبطش بأعداء الله جل وعلا ونشر دين الله جل وعلا. تأمل هاتان الغزوتان، غزوة بدر حينما كانت مفصلا في تاريخ الأمة ونقلة نوعية في تاريخ هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر بأصحابه إلى يثرب، وكفار قريش رأنا أنهم علية القوم وأنهم أصحاب البطش وأصحاب القوة. ثم بعد ذلك كانت هذه الغزوة تغير تاريخي في حياته عليه الصلاة والسلام، وكسر الله بها شوكة الكفار وأعلى بها شوكة المسلمين. في المقابل فتح مكة حينما كان أيضا في رمضان في السنة الثامنة، كان أيضا دعوة إلى أن رمضان لا يدعو إلى الكسل وإنما إلى الجد بكل أنواع الجد والجهاد والصبر والتضحية وما إلى ذلك. أحسن الله عليك. إذن كيف يعني نستلهم الدروس الإيمانية التي حصلت يعني قبل الغزوة وأثناء الغزوة وبعد الغزوة من حياة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا شك أن المتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضوان الله تعالى عليهم يجد ذلك واضحا جليا في شتى ميادين حياتهم. ورمضان فرصة للتجديد وفرصة لتقوية الصلة بالله جل وعلا، كما أنه فرصة لتغيير مسار الحياة والقرب من الله جل وعلا. فالقوة والمدد والعون والتمكين والغلبة
كلها من الله جل وعلا. وكلما اقترب العبد من ربه بصيامه بقيامه بقراءة القرآن بالصدقة بالصبر بمجاهدة النفس بالكف عن الشهوات والكف عن الأذى بالحلم بالتأودة بالتأني بالصفح، كل هذه المعاني السامية التي نجدها في رمضان فعلا كان لها أثر في حياة المسلم، وقبل ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتي ربى عليها هذه الأمة. أليس يعني هذا يعتبر من الإيمان بالقضاء والقدر حينما يستقبل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحدث بكل تفاصيله؟ لا شك أن من الدروس المهمة في غزوة بدر أنها تؤصل في النفس المؤمنة الرضا بقضاء الله وقدره. كيف؟ ظاهر الغزوة كان على أنها كانت الغزوة خروج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لاعتراض قافلة قريش العائدة من بلاد الشام، وحينما علم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأن أبا سفيان استطاع أن يفر ويغير مسار القافلة، وفي المقابل قريش أعدت العدة وخيلها ورجالها وخرجت لمقابلة النبي عليه السلام وأصحابه مع الفارق الكبير بين الجيشين وبين الفريقين، خرجت قريش في أكثر من 1000 مقاتل بفرسانها وخيلها ورجالها ونسائها، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في عدد بسيط من أصحابه 314 صحابيا وليس معهم إلا فرسان وعدة قليلة وعتاد قليل، ولم يتأهبوا أصلا للقاء العدو وإنما كان الاعتراض القافلة. فظاهر الأمر على أن المسألة الآن في صف الكفار، عدتهم وعتادهم وقوتهم، فكان الأولى الرجوع، لكن إيمان الإنسان بقضاء الله وقدره وإيمان الصحابة المطلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله جل وعلا لا يختار لأصحابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما فيه خير، وإنساق ذلك على الأمة كلها، فلذلك لا يكره الإنسان من أمر الله شيء، والله جل وعلا قد نص على ذلك فقال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذا كانت النتيجة فعلا أن النصر كان حليف المؤمنين لما آمنوا بالله ورضوا بقضائه وصبروا وساندوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم. وذلك يعني شيخ خالد نجد بأن يعني الصراع بين الحق والباطل إلى 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 يومنا هذا، يظن الإنسان مثلا بعد غزوة من غزوات أو معركة من المعارك بأن الإسلام سينتصر ولا يكون هناك أي صراعات، كيف تستلهم هذا من هذه الغزوة المباركة؟ نعم، إنه درس آخر ودرس أصلته غزوة بدر، فالصراع بين الحق والباطل أزلي كما أنه مستمر، أزلي فهو قديم قدم هذا الإنسان منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والصراع قائم، فهذا الصراع أول ما بدأ بين آدم وإبليس حتى أخرج آدم من الجنة، استمر الصراع على سلسلة تاريخ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، هذا نوح عليه السلام صراعه مع قومه ومع ابنه أقرب الناس إليه، ثم بعد ذلك إبراهيم عليه السلام وصراعه مع أبيه أقرب الناس إليه وقومه وعبادتهم لغير الله وصدهم عن سبيل الله، ثم بعد ذلك موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أعمامه وكيف كان صناديد قريش وكفار قريش يسمونه عليه الصلاة والسلام وصحابته سوء العذاب ويؤذونه عليه الصلاة والسلام ويؤذون أصحابه ممن دخل في دين الله، فهي سنة وماضية، فالصراع قائم والصراع دائم، ولكن الغلبة لدين الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله أكبر. إذن يعني في هذه الغزوة أحداث كثيرة جدا، لكن نود أن تشير للإخوة المشاهدين والمشاهدات على الاستشارة التي حصلت محمد صلى الله عليه وسلم للحباب المنذر في اختيار المكان، كيف يعني تقرأ هذه الاستشارة؟ القائد الفذ هو دائما يستشير أتباعه ولا يفرض عليهم الأمر فرضا حتى وإن كان رأيه هو الرأي السديد، ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستشير أصحابه، ليس فقط في الغزوات بل في شتى الميادين كان يستشيرهم عليه الصلاة والسلام. وهنا درس في غزوة بدر في استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في موقفين، موقف يسبق موقف الحباب وهو موقف هل نخرج أصلا لنقابل كفار قريش وصناديد قريش أو لا نخرج،
فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لاعتراض القافلة، وهنا انتهت المهمة والقافلة نجت والكفار أقبلوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هم ليسوا على أهبة الاستعداد. وخشي النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أن يفهموا أن نصرتهم له عليه الصلاة والسلام داخل المدينة فقط ومنعتهم له داخل المدينة، وهم خرجوا ووافقوا لاعتراض العير. فهنا قام عليه الصلاة والسلام باستشارتهم وقال لهم أن قد حصل من الأمر ما حصل، فما رأيكم؟ فهنا تقدم صاحبه وخليله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقام وتكلم وأجاد وقال سر بنا يا رسول الله، ثم أعقبه عمر والمقداد وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، غير أنهم جميعا من المهاجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يقول أشيروا علي أيها الناس. فحينها قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال كأنك تعنينا يا رسول الله معشر الأنصار؟ قال نعم. فقال يا رسول الله لقد صدقناك وآمنا بك وبايعناك وعاهدناك على أن نمنعك مما نمنع منه نساءنا وأطفالنا، يا رسول الله سر بنا، فوالذي نفسي بيده لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإننا لا صدق عند اللقاء صبر عند اللقاء صدق عند الحرب، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فهنا سر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المقولة لسعد بن معاذ وهو من سادة الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وتكلم عن الأنصار ثم تكلم من تكلم بعد ذلك، إلا أن النبي عليه السلام سر بهذا واستشارهم في هذا الموطن. الإشارة الثانية في موطن الحرب، في لما نزل عليه الصلاة والسلام في أرض المعركة، نزل منزلا فقام الحباب بن منذر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله أهو منزل أنزلك الله لا نعده، يعني شيء فرضه الله أو ألهمك الله إياه فلا نغيره، أم الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، بل الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله إذن قم بنا، فليس هذا منزل، وإنما أرى أن ننزل عند أدنى بئر من كفار قريش وهي بئر بدر، ثم نبني حولها حوضا ونحجب عنهم الماء فيكون لنا الغلبة عليهم. وفعلا كان هذا الرأي السديد بن الحباب بن رضي الله عنه وأرضاه سببا من أسباب النصر المادية التي كانت في هذه المعركة، وهنا أصل النبي عليه الصلاة والسلام استشارته لأصحابه حتى في أمور الدنيا. الدرس الذي نأخذه من قلة العدة والعتاد أثناء المواجهة مع الكفار، الله جل وعلا أمرنا أن نعد ما استطعنا من قوة، وأمرنا أن نجابه الكفر ونواجهه وننشر دينه، ومتى ما كان الكفر والكافرين حائلا دون نشر دين الله جل وعلا في هذا الكون، فحينها يأمرنا جل وعلا بأن نعد لهم، ما قال وأعدوا لهم القوة ما استطعتم، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليست القوة كل القوة، ولذلك نأخذ من هذه الموقع درس مهم جدا، وهو أنه يلزم المؤمن ويلزم المؤمنين في كل العصور والدهور أن يعدوا ما استطاعوا لأعداء الله جل وعلا، وأن لا يغتروا بعددهم وعدتهم وعتادهم مهما عظمت ومهما كثرت. لما؟ لأن المؤمن حين يقاتل عدوه في دين الله جل وعلا ويكون هدفه من قتاله إعلاء كلمة الله جل وعلا، فهو لا يقاتل وحده ولا يقاتل بالماديات التي بين يديه، وإنما يقاتل بجند من جند الله كثر. الله أكبر. وكما أخبر الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولك أن تتأمل في هذه الغزوة تحديدا كيف أن الله جل وعلا نصر رسوله ونصر أولياءه عليهم رضوان الله تعالى بجند من جنده وأيدهم به. فلو تتأمل من جند الله في هذه المعركة الملائكة الذين أيد الله جل وعلا بهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فكانت الملائكة تشارك في هذه المعركة، سواء كانت مشاركتها مشاركة فعلية في القتال أم بتثبيت المؤمنين، إلا أنها شاركت في هذه الغزوة. جند آخر من جند الله جل وعلا أشار الله إليه وذكره، وهو النعاس أو النوم. فقد وصل المسلمون إلى أرض المعركة وقد أعياهم التعب والضنك والجوع والظمأ، فأنزل الله عليهم سنة من النوم لتكون مشجعا لهم وحافزا لهم ومجددا لطاقتهم، كما قال الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أيضا المطر والماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقد حدد الله في هذه الآية أيضا هذا الجندي من جند الله كيف دوره في نصر المؤمنين في المعركة، ومن أدواره أنه كما قال الله جل وعلا يثبت به الأقدام. فكان المطر حينما وقع على الأرض المسلمين كان يثبت أقدامهم فلا تسيق في الأرض بخلاف الكافرين. أيضا الرعب الذي قذفه الله جل وعلا في قلوب أعدائه جند من جنده، كما قال جل وعلا إذ يحيي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وإذا ألقى الله في قلوبهم الرعب انكسروا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه قال أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، وذكر منها عليه الصلاة والسلام ونصرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة شهر. ولذلك ترى حتى في الوقت المعاصر ما قذفه الله في قلوب اليهود من الرعب نراه بأم أعيننا صحيح. بأسلحتهم ودباباتهم وطائراتهم وما معهم، ومع ذلك يفرون من صبي لا يملك غير حجر. وكسرتهم في غزوة في الحرب الأخيرة مع غزة وغيرها هذا من جند الله جل وعلا الذي يقلب الموازين المادية التي لا يعتمد عليه المؤمن. كيف يعني نستلهم العبادة عند الصحابة وعند محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة؟ نعلم بأن العبادات والطاعات هي يعني من أعظم أسباب النصر في مثل هذه المعارك. لا شك هي الرصيد الذي يقوي المؤمن، وهي الزاد الذي يصله بالله جل وعلا. ومن كان مع الله في الرخاء كان الله معه في الشدة. والله جل وعلا ذكر لنا درسا في قصة ذنون عليه السلام، قال حينما التقمه الحوت وأصبح في ظلمات ثلاث ونادى الله جل وعلا، قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة الحرب ومع الفارق الذي كان بين المؤمنين والكافرين، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ينزوي في العريش الذي خصص له عليه الصلاة والسلام فيخلو بربه ويصلي ويرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا ويبتهل إليه حتى أنه من شدة دعائه لربه يسقط رداؤه، فيقوم أبو بكر رضي الله عنه فيعيد الرداء على كتف النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله على رسلك دعاءك ربك فإن الله منجزك ما وعد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن قريش أتت بخيلها ورجالها، اللهم إن تهلك هذه الطائفة لا تعبد في الأرض أبدا. فاستجاب الله جل وعلا له كما قال الله اتدعون ربكم فاستجاب لكم. فالدعاء هو العبادة ولو استهانوا به. فالمؤمن حينما يكون له رصيد سابق من العبادة والقرب من الله جل وعلا يستجيب الله جل وعلا له. والله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذا مثل هذه المواقف الإيمانية يعني أحيانا الإنسان يعني حتى الآن يعني من متابعينا من أهل العراق من أهل سوريا من يعني بلاد شتى في لديهم حروب، هل بالفعل بأن يعني مثل هذه العبادات مثل هذه الطاعات تجعل الإنسان قوة روحية وقوة ذاتية حتى تدفع إلى العمل تدفع إلى المواجهة تدفع إلى رص الصفوف؟ لا شك أن العبادة هي الزاد وهي هي المؤونة التي يعني يستطيع الإنسان أن يواجه بها عدوه. فليست العبادة فقط مجرد شيء روحاني صلة بينك وبين الله جل وعلا روحانية فقط، بل أنها تنساق مع ذلك إلى القوة الحقيقية، إلى القوة الحقيقية على البدن على السمع على البصر على الجوارح. ولذلك كان يستغرب أحيانا من بعض الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم كان يمتد به العمر حتى يجاوز 100 وهو في كامل صحته ووعيه وجوارحه سليمة، فيقال له في ذلك فيقول جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. حفظها في الصغر بماذا؟ بالعبادة، بقصدها على طاعة الله، باستخدامها فيما أمر الله، بحجبها عما حرم الله، وهذه كلها عبادة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فليست العبادة في مفهومها الضيق أو ما يفهمه كثير من الناس أن العبادة هي فقط في المسجد أو أنها في أداء صلاة فقط أو شعيرة، لا، حتى الطاعات تنقلب إلى عبادة، الأشياء المباحة تنقلب إلى عبادة وطاعة وقرب من الله جل وعلا. ولذلك تعطي الإنسان دافع حقيقي وقوة حقيقية. وحينما
تشكو بثك وحزنك إلى الله جل وعلا تجد الله جل وعلا سرعان ما يستجيب لك، خاصة من كان في أرض المعركة ولا يستبطئ النصر، فإن لله حكمة، فإن لله حكمة. طيب يعني هناك من يلتبس عليه قضية العقيدة، قضية اختلاف المذاهب، قضية مثلا ظهور شعارات إسلامية وهي غير إسلامية، كيف يمكن أن يعني نستلهم درس يعني المحافظة على العقيدة الصحيحة أو اتباع المنهج النبوي في إدارة المعركة، في المواجهة مع الكفار؟ جميل، هذا درس مهم جدا من الدروس التي أصلتها غزوة بدر، وهي أن رابط العقيدة السوية والمنهج القويم فوق كل رابط، وتتحطم على عتبته كل الروابط والأواصر الأخرى. كيف ذلك؟ يعني موقفين مهمين في هذه المعركة وفي هذه الغزوة ينجلي فيها هذا الأمر أو هذا الدرس. الموقف الأول حينما شاور النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في الخروج للمعركة، هنا لم تأتي عنصرية المهاجرين والأنصار، ولم يدخل الشيطان في النفوس، فقال نحن أويناكم وأطعمناكم ومنعناكم مما نمنع من نسائنا وأطفالنا في المدينة، وأنتم يا المهاجرون معني بكم أن تنصروا رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. لا، هنا قدم كل منهم نفسه وروحه فداء لدين الله جل وعلا ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم ينظروا إلى فئة أو عنصر أو جنس أو مدينة أو توجه، لا، ما دام أن الهدف يشترك فيه الجميع وهو نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله والتقرب إلى الله جل وعلا ونشر دينه، فالجميع يتسابقون في ذلك ويتساون في ذلك. وإن كانت هناك رايات لا تجتمع على هذا الهدف السامي وهو نصرة دين الله جل وعلا، وليس للنفس فيها حظوظ وليس للنفس فيها أدنى نصيب، وإنما هي خالصة كاملة لله، أقاتل من أجل الله، من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل رفع راية الله، من أجل نصرة دين الله جل وعلا. وهنا المحك الحقيقي في هذا الموطن، بعيدا عن الفصائل، بعيدا عن الجماعات، بعيدا عن الانتماءات، بعيدا عن كل ما يمكن أن يؤثر على هذه أو على هذا الهدف السامي الذي هو رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر دين الله. فهذا الدرس نتعلمه في هذا الموقف. موقف آخر حينما التقى الكفار والمسلمون، هنا ذابت كل الروابط الأخرى، تجد الكافر يقاتل، تجد المؤمن يقاتل أباه، خرج من صلبه، لكنه فرق بينهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ضير أن يقتل أباه نصرة لدين الله. وهنا لنا وقفة، ليس كل من يدعي أنه ينصر دين الله فهو ناصر حقيقي لدين الله. كيف؟ ولذلك قد نجد بعض الإشكالات الموجودة في زمننا هذا كالخوارج وغيرهم ممن يدعون إلى تكفير الغير، وأن من لم يكن معنا فهو ضدنا وهو كافر وهو خارج عن الدين، واستباحوا بذلك الدماء واستباحوا بذلك الأعراض وانتهكوا الحرمات واستحلوا ما حرم الله جل وعلا، ظنا منهم أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل، ولذلك ينادون أن التفرقة هنا بين الحق والباطل إذا كان والدك ليس معنا، هم يقولون أنه ضد الحق، لكن الحقيقة أنه إذا كان والدك ليس معنا فينبغي لك أن تقاتله أو ابنك أو أخيك. ولعل قد انتشر كثير من المقاطع في مثل هذا العصر الذي كثرت وماجت فيه الفتن. لا، الفيصل الحقيقي هو الإيمان الذي وقر في القلب ويصدقه العمل والجوارح. لما تقاتل؟ ما الصف الذي تقاتل فيه؟ ما الراية التي تحملها؟ ما الهدف الذي تريد أن تحققه من خلال لقائك بعدو الله جل وعلا؟ ثم من تقاتل؟ دعني أسألك سؤالا، من تقاتل؟ إذا كنت والله تقاتل عدو الله، من يقف لحجر عثرة في إقامة العبادات والشعائر؟ من يستبيح الدماء؟ من ينتهك الأعراض؟ من يستحل الحرمات؟ من يعبد غير الله جل وعلا أو يشرك معه غيره؟ فحينها رايتك صحيحة. أما إذا كانت العكس
تستبيح دماء المجاهدين أو أعراضهم أو الصالحين أو العلماء أو المصلحين، فهنا ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه وأن يتقي الله جل وعلا وأن يعلم أنه على شفا جرف نهار يوشك أن ينهار به في نار جهنم والعياذ بالله جل وعلا. كثيرا ما يحصل يعني هناك خلافات في المعارك، ولا بد بأنه قد حصل هناك خلاف في غزوة بدر، فهل يعني يمكن أن تبصرنا بموقف من المواقف لنفهم يعني ماهية الاختلاف وكيفية الاختلاف بين المسلمين؟ لا شك أن الخلاف في مثل هذه المواطن خاصة في مواطن الحرب يحدث، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تفطن له في أكثر من موقعه، ويبدو جليا، دعني أنقل المشهد حتى أرجع بعد ذلك إلى بدر. في أحد حينما كلم عليه الصلاة والسلام ووجه وأمر الرماة ألا ينزلوا من على الجبل، وقال لو رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. وهنا لما بدأ المسلمون في جمع الغنائم بعد أن انكسر الكفار وأظهروا الانسحاب وبدأوا في جمع الغنائم، انقسم المسلمون واختلفوا، فمنهم من قال كان النبي عليه الصلاة والسلام هدفه أن نجمع الغنائم، كان هدف النبي عليه الصلاة والسلام أن نكسر الكفر والكافرين وانتهت المعركة وها نحن نجمع الغنائم فانتهى، ومنهم من قال لا، نلتزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكان معهم الحق، فكان سبب مخالفتهم سبب لكسر المسلمين في أحد. في بدر هنا وقع خلاف لا شك كغيره من الخلافات، إلا أن الفرق أن من حينه أنه حينما يقع الخلاف من المؤمن فإنه يكون وقافا عند حدود الله ويرجع بخلافه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاف الذي وقع وإن كان خلافا بسيطا إلا أنه الخلاف في جمع الغنائم، لكنه درس للأمة. حينما جمعوا الغنائم انقسم الناس حينها. سنقف مع موضوع الغنائم لكن بعدها يعني نأخذ مجموعة من الاتصالات. معي محمد من السعودية، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله محمد. كيف حالك؟ طيب. أهلا وسهلا بك، أتمنى أن يكون السؤال في صلب الموضوع في غزوة بدر. يا أخي أنا محمد أحمد من البيضاء. أنعم وأكرم. يا أخي إحنا نحيي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على ما قدم لأخواننا في اليمن. بارك الله فيك، نسأل الله أن ينصركم يا أخوي محمد وأن يثبت أقدامكم، وما يقدم يعتبر يعني شيء بسيط وبإذن الله عز وجل. ونشكر القادات المملكة العربية السعودية. بارك الله فيك، شكرا لك يا أخوي محمد، ونتمنى عند اتصال آخر أن تسمعنا من الهاتف وتغلق صوت التلفاز. معي اتصال آخر. طيب نعود إلى ضيفنا شيخ خالد، تحدث عن قضية أن هناك كان هناك يعني خلاف في قضية جمع الغنائم في غزوة بدر. نعم، كان هناك خلاف، وليس منشأ الخلاف هو الطمع أو الجشع أو الحرص على الدنيا، وإنما كل من ممن اختلف يرى أنه هو على الحق وأنه أولى بالغنائم، فالذين جمعوا الغنائم قالوا نحن أولى بها لأننا قمنا بجمعها وحزناها، والذين قاتلوا قالوا نحن الذين لنا الغنائم، والذين كانوا يحرسون النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نحن قمنا على حراسة النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلفوا فيما بينهم. ولكن هنا في عصر النبوة هناك مرجع وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فيتنزل عليه الوحي من الله جل وعلا في حادثتها وفي وقتها، فأنزل الله جل وعلا سورة الأنفال مقدمتها، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. اتقوا الله، إذا اختلف المسلمين أو المسلمون إذا اختلف المسلمون فيما بينهم فالمرجع إلى تقوى الله جل وعلا، والتقوى تدعوهم إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. سنقف مع هذه الجزئية لكن بعد أن نأخذ اتصال من العراق. أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، ممكن أسأل الشيخ في سؤال مهم لكن خارج نطاق يعني الحلقة، ممكن إذا تسمح لي؟ لا، نحن نتحدث عن غزوة بدر، نتمنى أن يكون الموضوع في غزوة بدر. نعم، لكن يعني قضية عن التوبة، سؤال عن التوبة بشكل سريع إذا أمكن لو سمحت. طيب تفضل. بارك الله بك شيخ الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخي سؤال سريع الله يحفظك، أنا تبت حديثا
لكن عندي بعض الوسوسة الكفرية. أنا يعني مقيم الصلوات الخمس في المسجد الحمد لله وعلت التوبة، لكن تأتيني بعض الوساوس أنه مثلا إذا أحمد الله ليش تحمد الله، والله سبحانه وتعالى شو يسوي بالحمد، أو ماذا يفعل بالتسبيح، تأتيني هذه الوساوس يعني أنت تخلص منها. هاي مسألة أولى. المسألة الثانية، كانت لدي حقوق ناس وأنا لا أتمكن من سدادها الآن، يعني ما عندي إمكانية أن أسدد هذه الحقوق الناس، وأنا تبت فأيد يعني ألقى حل لهذه المسألة حتى لا أسأل عليها. طيب شكرا أخوي أحمد، وأنا يعني أنبه بأن مثل هذه الحلقات يعني نود أن نتحدث وتكون الأسئلة في صلب الموضوع الذي نتحدث من خلاله في مثل هذه اللقاءات. الفتاوى لها برامجها والأسئلة أيضا لها برامج، وأتمنى أن الأخ أحمد سواء كان إذا سعفنا الوقت نجيب على أسئلته أو يتواصل مع برامج الإفتاء سواء كان عبر المذيع أو عبر القنوات الفضائية. ذكرت الشيخ بأن يعني واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ما المغزى من ذلك؟ قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله حتى لا يقع في النفس شيء من حظوظ الدنيا ومن وساوس الشيطان، وأصلحوا ذات بينكم إذا كان هناك هذا النزاع أو هذا الخلاف أحدث فرقة، أحدث نزاعا، أحدث انشقاقا، أحدث خطأ من أحد الأطراف على الطرف الآخر، فحينها ينبغي له أن يصلح هذا الخطأ وأن يكون مبادرا إلى إصلاحه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فقط، لا، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم تزعمون أنكم أصحاب إيمان، أصحاب تقوى، أصحاب خوف من الله، أصحاب رجوع إلى الله، أصحاب احتكام إلى الله، فحينها يجب عليكم الرضا والتسليم والانقياد التام لما يحكم الله جل وعلا به في تقسيم هذه الغنائم. ولذا جعل الله تقسيمها إليه فقسمها سبحانه وتعالى، وأخرج هذا الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه الغزوة إلى الاحتكام فيه لكتاب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليك. معنا اتصال من السعودية. محمد السلام عليكم. ألو. تفضل يا محمد. أهلين. تفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي بس تسأل، عندي عن غزوة بدر. نعم. يعني الموقع الآن واضح يعني اللي بروح يشوف أو زي كذا الموقع. عايز تقصد موقع غزوة بدر؟ موقع غزوة بدر إيه يعني. نعم نعم هو واضح، يعني تحدثنا عن هذا في حلقة الأمس وموجود على اليوتيوب حتى يعني موضح بالصور، والشيخ لازم يكون له تعليق إن شاء الله. أشكرك يا أخوي محمد. لديك سؤال آخر؟ أبي سلامة عمرك. تسلم تسلم، شكرا أخي محمد. لما يكون يعني هناك الخلاف ويكون هناك النزاع في مثل يعني هذه المواقف، مثل هذه المعارك، أحيانا قد يحتكم الناس إلى الأشخاص، يعني مجرد أن شخص، أنه والي، أنه قائد، أنه فلان بس فقط بالاسم، ولكن ليس لديه مرجعية شرعية يعني نقية صافية على منهج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون التوجيه لمثل يعني هؤلاء؟ التوجيه يا أخي الكريم أن الاحتكام هو احتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يمثل هذا الكتاب وهذه السنة بعلمه فيها. كيف؟ الله جل وعلا لما قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا عد العلماء والمفسرون من أولي الأمر العلماء والأمراء، فليس الأمير بحد ذاته فقط هو من يحتكم إليه أو يرجع إليه أو يؤخذ يعني يطاع، وإنما أيضا العلماء الربانيون الذين يعني ينطلقون من فهم نصوص الكتاب والسنة على منهج أهل السنة والجماعة، لا يحيدون عنه ولا يزيغون عنه فيحتكموا إليه. ولنعلم يا أيها الكرام أن في مثل هذه المواقع وفي مثل هذه الحروب وفي مثل هذه المجابهات بين الحق والباطل، الشيطان حريص جدا أن يغر الصدور، صحيح، وحريص أن ينشر الفتنة بين الأطراف، وحريص جدا أن يفرق الصف كلما التم وكلما اجتمع. ولذلك يجب على المؤمن حينها أن يجرد نفسه من هواها وحظوظ النفس، وأن يتنازل لأخيه المسلم إذا كان هناك مصلحة لرفع دين الله
ولتحقيق الخيرية في هذا المكان وهذا الزمان وفي نشر الدين، ومصلحة تكون راجحة فيها خير ونفع للأمة، فحينها يلزمه فعلا أن يحتكم. وأما الاحتكام للشخص بحد ذاته لاسمه أو لشخصه أو لعائلته أو لمكانته، فإن كان لديه مرجعية شرعية فنعم، وإن كان غير فلا. مرجعية شرعية معروفة، مرجعية شرعية على الكتاب والسنة، على منهج أهل السنة لا شك. نسأل الله إليك. معي اتصال من العراق، أبو بشرى السلام عليكم. أبو بشرى لازال معي؟ طيب. علي من السعودية. طيب. أعود إليك شيخ خالد. محمد يعني يقول يعني مكان بدر لا زال إلى يعني واضح المعالم. والله لعل الأخ محمد لو رجع إلى الحلقة بالأمس فقد عرض فيها مواقع بالجوجل إيرث للغزوة بدر، وكيف كانت العدوى الدنيا والعدوى القصوى وكيف تمت المعركة، فلعله إن شاء الله تعالى يجد تحديدا دقيقا يوافق متطلبات العصر. فلو وصفت له المكان وصفا مطلقا قد لا يفقهه أو يفهمه، لكن حينما يرجع إليها بمعطيات العصر التي يستفاد منها في تقريب المعلومة وفي الحصول عليها بسهولة فلعله يكون أنفع له. أحسن الله إليك. معي ياسر من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخو ياسر، تفضل. تقبل الله أعمالكم ورمضان كريم إن شاء الله عليكم أخواني الأعزاء. وإياك بارك الله فيك، تفضل بسؤالك. لأنه قرأت في السيرة النبوية الصحيحة أنه في معركة بدر بدأ القتال بمبارزات فردية، تقدم عتبة وتبعه ابنه الوليد وأخوه شيبة عندما طلبوا المبارزة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر حمزة وعليا وعبيدة أن يبرزوا إليهم. هل لماذا اختص النبي هؤلاء الثلاثة؟ هل في اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصية وأفضلية؟ لما أنا أسأل، لماذا لم يختار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو عمر بن الخطاب؟ وأقرأ في نفس السيرة النبوية الصحيحة من كتب العامة ومن كتب المسلمين عموما أن أبو بكر الصديق هو الأفضل وهو الأجى، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع صحابة الكرام أنهم لهم مواقف شجاعة، لماذا اختص النبي بهؤلاء الثلاثة؟ هل هناك خصوصية أم هناك تأويل أو تخريج لهذا الكلام؟ وجزاكم الله خير. بارك الله فيك أخو ياسر وجزاك الله خير، شكرا على اتصالك. لدي مجموعة من يعني الأسئلة. طيب معلش. علي من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام، حياك الله أخي علي. سؤالي للشيخ الله يطول عمرك، أنا أريد من الشيخ أن يبين الدور القيادي العسكري للرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، كيف أدار المعركة وكيف وجه الصحابة والمقاتلين؟ هل كان له دور مباشر في ذلك أم كان هناك قواد آخرين يعني يوجهون المعركة؟ فأرجو من الشيخ أن يركز على يعني طيب. يفصل لي، لأنه ليس لي علم صراحة في هذا الموضوع. طيب بارك الله فيك، شكرا أخوي علي. سأسأل سؤال علي لأنه يعني لها علاقة بموضوع الحلقة، الدور القيادي والعسكري لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. لا شك أن دور النبي عليه الصلاة والسلام دور بارز ومهم جدا في هذه المعركة. حينما وزع عليه الصلاة والسلام الصحابة ميمنة وميسرة، وحينما بدأ بالمبارزة والقتال، ولعل فيها إجابة على سؤال الأخ ياسر، حينما بدأ عليه الصلاة والسلام بإخراج من يقابل هؤلاء الثلاثة من صناديد الكفر، وهم معروفون بشراستهم وبقوتهم وبأنهم أصحاب حرب، أخرج عليه الصلاة والسلام من يكافئهم في القوة من جهة، فليس شرطا أن يكون الأفضل هو الأفضل في إيمانه أو تقواه أو عبادته. صحيح أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل منهم، وأن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لو وضع إيمانه في كفة وإيمان أمة في كفة لا رجح به، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يختار من هو أفضل وأنسب، والخصوصية مطلب موجود
وأصله عليه الصلاة والسلام ليس في هذا الموقف فقط، بل في مواقف كثيرة أفرض أمتي زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ وأقرأ وحدد عليه الصلاة والسلام التخصص. فهنا حينما أخرج أخرج من توفر فيهم صفتان، الصفة الأولى أنهم ند لهؤلاء وشجعان ومتمرسون على الحرب والقتال والمبارزة، ثم لو نلاحظ صفة أخرى أنهم أقرب نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن فيها إشارة إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليها ودرس للأمة كلها، أني لا أضحي بالناس من أجل أن يبقى أقاربي ومن هم أقرب إلي نسبا وصهرا، بل أقدمهم على غيرهم ليكونوا نصرة لدين الله جل وعلا وقدوة في هذا الجانب. فهذا فيه لعل فيه رد على الأخ ياسر. النبي عليه الصلاة والسلام أشير عليه بأن يكون له عريش وأن يبقى في عريشه عليه الصلاة والسلام ويدير المعركة من هذا العريش، وفعلا كانت إدارة معركة من هذا العريش، وكان بصحبته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان هناك معه من الصحابة من يحرسه عليه الصلاة والسلام حتى لا تنكسر شوكة المسلمين، وكانت أول معركة للنبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار. اللهم صل وسلم. يعني رسالة يعني مختصرة لأخونا من العراق، يقول يعني وسوسة ويقول تاب، نسأل الله يتوب علينا وعليه، وأيضا يقول لديه حقوق مالية لا يستطيع أن يعيدها إلى أصحابها. رسالة الأخ أحمد، نسأل الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة أن يثبتنا وإياك على الحق حتى نلقاه، ونقول عرفت فالزم، وأبشر فإن التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، واعلم أن الشيطان سيكون حريصا كل الحرص على إعادتك للنقطة التي كنت فيها، فسيكون حريصا على أن يخرجك من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، فإن لم يستطع أدخلك في دائرة الكبائر، فإن لم يستطع أدخلك في دائرة الصغائر. أهم شيء أن يحصل منك على ما ينقص به إيمانك ويعيدك فيه إلى ما كنت عليه بالسابق، فلا تلتفت إلى هذه الوساوس، ودائما حينما تعرض لك مثل هذه الوساوس عليك بقراءة سورة الفلق وسورة الناس والنفث عن يسارك، ولعل الله جل وعلا أن يكفيك شر هذه الوساوس. أسأل الله عليك. الله عز وجل قال يعني في هذه المعركة: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أحيانا لما يتأمل الإنسان في هذه الغزوة، قلة في العدد، قلة في العتاد، في شهر الصيام، يقارنها الإنسان أحيانا بمعارك تحصل مثلا في سوريا في غيرها من بلاد المسلمين، قلة في العتاد، خذلان من يعني المسلمين، كيف يعني يمكن أن يعني يكون لدينا يقين بأن بالفعل أن هناك نصرا من عند الله عز وجل ولو تأخر ذلك؟ حينما يكون الإيمان الجازم والتوكل على الله جل وعلا واليقين بأن الناصر هو الله، وأن المعز هو الله، وأن المذل هو الله، وأن من يهب الملك هو الله، وأن من ينزع الملك هو الله، وأن من بيده التصرف المطلق فيقول للشيء كن فيكون هو الله دون الرجوع إلى أسبابه، فهو قادر على أن يقول للشيء كن فيكون. أحيانا قد يجري الأسباب سبحانه وتعالى، وأحيانا تخرق قدرته سبحانه وتعالى ذلك فيلزم بغير أسباب، فقد سلب النار خاصية الإحراق لإبراهيم عليه السلام، وسلب السكين خاصية الذبح لإسماعيل عليه السلام، وهكذا. فالنصر من عند الله، إذا كان إيماننا اليقين بأن الله جل وعلا هو الذي بيده التصرف المطلق وهو الذي يعز ويذل، فهنا ينبغي لنا أن نتوجه إليه سبحانه وتعالى. والتاريخ يعيد نفسه، كما كانت هذه الغزوات، كما كانت الغزوات الأخرى التي كانت بين المسلمين والكفار كحطين وفتح القسطنطينية وغيرها، مقارنة العدد والعدة والعتاد ليس هناك مقارنة، ومع ذلك كان النصر حليف المسلمين كما قلنا، لأنهم يقاتلون بجند الله، فالله جل وعلا معهم. وهنا شرط وجواب شرط: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. متى يتحقق النصر؟ إذا نصرنا الله، إذا نصرنا الله في نفوسنا، إذا نصرنا الله برفع دين الله، إذا نصرنا الله بتطبيق شرع الله، إذا نصرنا الله بإحقاق الحق، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى دين الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا سينصرنا. وإن تأخر النصر فلا نستبطئه، فإن النصر قادم، والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ولصحابته من قبل معه من قبل:
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ انظر هنا التعبير، حتى يقول الرسول والذين آمنوا، الرسول يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ثم أن هناك وعد من الله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. صلى الله عليك. إذن شيخ خالد، يعني في نهاية يعني هذه الحلقة، الكل يعني يريد أن يقدم لهذا الدين، البعض يختزل بأن نصرة هذا الدين هي فقط بالمواجهة والسلاح فقط، هل هناك وسائل يمكن أن يستعين بها الإنسان لكي يحقق نصرة دين الله عز وجل؟ لا شك أن نصرة دين الله جل وعلا أبواب كثيرة ومداخل كثيرة، وكل إنسان ييسره الله جل وعلا وييسر له بابا يدخل فيه إلى الخير. فأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إحقاق للحق، إبطال للباطل، إعانة الملهوث، إغاثة الملهوث، إعانة ذوي الحاجة، تقديم المساعدة، كل جانب من جوانب الدين الذي تستطيع أن تدخل منه فهو خير. ولذلك كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وأبواب الخير لا حصر لها، الدعوة عن طريق القنوات الفضائية، الدعوة عن طريق الإنترنت، الدعوة عن طريق الواتس أب الذي استخدم للأسف استخداما سيئا وقد يستطيع أن يستخدم الإنسان استخدام حسن، دعوة الناطقين بغير اللغة العربية، كل هذه أبواب قد يهدي الله جل وعلا بها إنسان على يدك، قد يكون خارجا من الدين فيدخل في دين الله فيكون ذلك خير لك من حمر النعم. وليس الأمر محصور على قضية القتال فقط، فالله جل وعلا يقول فلولا نفر، ما قال كل المسلمين، من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. بشكل مختصر، يعني مثل يعني هذه المعارك وهذه الغزوة، قد يكون الإنسان يعني الظروف تختلف عن الظروف الحالية، لما تقول الدروس يعني ليس هناك يعني مقارنة بين الواقع وبين الماضي في ذلك الزمن، فكيف يعني ممكن أن تقول هناك دروس هناك مواقف؟ ما الذي يفيد؟ لا شك أن المقارنة، الإنسان لو أعمل عقله حقيقة يجد أن المقارنة موجودة. صحيح أن المعطيات المادية مختلفة، لكن حينما تقارنها بالمعطيات المادية الموجودة في عصرنا هذا تجد لها قرائن. فحينما تحدثني عن العدة والعتاد تتكلم عن حرب أفغانستان مثلا مع روسيا، كيف كانت العدة والعتاد؟ ماذا كان يملك الأفغان مجاهدون في بداية طريقهم؟ كيف ففككوا الاتحاد السوفيتي؟ إيش القوة اللي كانت موجودة عندهم؟ هي قوة مادية لكن هنا مختلفة في الزمن الحاضر. لذلك مهما اختلفت المعطيات المادية إلا أنها تبقى كلها تصب في قالب واحد، فهناك معطيات مادية متكافئة في ذلك الزمن ومعطيات مادية متكافئة في هذا الزمن، ويبقى الرافد الحقيقي هو استنصارنا واستعانتنا وتوكلنا واعتمادنا على الله جل وعلا، فهو الناصر سبحانه وتعالى وهو المعين. أحسن الله عليك. أشكرك دكتور خالد على استجابة دعوة البرنامج، شكرا لك. شكرا لكم وللإخوة المشاهدين، وأنا أشكركم مشاهدي الكرام. بإذن الله عز وجل يوم الغد الحلقة الأخيرة من برنامج خير الزاد، سوف يكون معنا بإذن الله الدكتور سعيد ابن غليفس القحطاني للحديث حول العشر الأواخر من ليالي رمضان. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.